عدد رئيس جمعية الأمانة للمدرسة السكري بالمغرب. تنظموا هذه الخيمة التواصلية الخاصة بالمدرسة السكري بمناسبة شهر رمضان الكريم، أولا لتتبع حالات مصابين بالداء السكري والكشف المبكر عن مرض السكري والضغط الدموي، والاستشارة الطبية التي تنظمها داخل هذه الخيمة، زيادة على عرض أحدث الأجهزة المساعدة في تتبع حالات المصابين بالداء السكري. كل هذه الخدمات هذه تنقدموها في إطار شهر رمضان الكريم وفي إطار انفتاح الجمعية على ساكنة فاس، باش يمكن نقربوا لهم الخدمات الصحية والطبية المتعلقة بالمراقبة اليومية للداء السكري، بما له أهمية من تخفيف المضاعفات. وشكرا.